مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر رفيق صاحب كاب كمبيوتر تريدنج LLC وكاب ميدل ايست فيسكو. كيفك مستر رفيق؟ الحمد لله. الحمد لله. مستر رفيق، حابين نعرف اكتر عن حضرتك وامتى بدات تاسيس الشركه؟ الحقيقة بلشنا احنا من اوائل الناس اللي بلشوا بدبي سنة 92. ما شاء الله. كنا بجبل علي لمدة 3 سنين، بعدين سنة 85 او 86 هيك بلشنا نفكر نكون باللوكال ماركت كمان. نعم. نحن وكلاء شركات عالمية بتشتغل بالاي تي مثل اتش بي واللونوفو والدال. نعم. نحن هول سير لهم، مش ديستريبيوتر. نحن يعني سيجمنت بين ديستريبيوتر والريسلر، فنحن عم نبيع بالجمله. نعم. بلشنا من وقتها والحمد لله مستمرين بعد. الحمد لله دائما مستمرين يا رب. مستر رفيق، حابين نعرف ايه الخدمات اللي بتقدمها كاب كمبيوتر تريدنج؟ هي نحن بس بنوزع بالجمله للبضاعه المعروفه عالميا، هي الاتش بي والدال واللونوفو. هيدي هدف الشركه وهيدي الاستمراريه تبعتنا. نعم. يعني احنا ما من عندنا شيء منتج، احنا بنوزع منتج مع مطلوب بالعالم يعني. نعم. بس هذه هي، واكيد بكميه كبيره يعني. نعم. مستر رفيق، طبعا زي ما انت عارف احنا في منافسه جديده جدا موجوده هنا بالامارات، حابين نعرف ازاي كاب كمبيوتر قدرت تتميز. هي الاستمراريه، احنا كان عندنا البادجت تبعتنا مش كبيره. نعم. في ناس كثير عندهم بادجت اكثر بكثير. نحن عندنا النولج، قدرنا نلعب على الميزة، وأكيد تعاوننا مع كل الجنسيات وعم نختار الموظفين الكفؤين. هذه بس. نعم أكيد. وعم نقدر ننافس ووصلنا لمرات منيحة. نحن باللونوفو نحن عند البلاتينوم، صرنا 3 سنين متوصلين نفس الليفل، يعني أعلى ليفل حدا بيصل له. نعم. يعني جولدن بارتنر مع اتش بي. ما شاء الله. بلس مع الدال احنا كمان جود سيلر يعني. ما شاء الله ما شاء الله. مستر رفيق، مستر رفيق، حابين نعرف نظرتك المستقبليه باذن الله. يعني كمان نعتمد، يعني احنا ما بدناش نخترع البارود، نعتمد على الشركات. ايه اكيد. طالما هن عايشين نحن عايشين، لان هن شركات كبيره واحنا مراهنين عليهم صراحه يعني. فعلى طول ما بحاول نعمل شيء الا انه نتشارك احنا وياهم، هن اهدافهم منيحه ونحن يعني قادرين نتحمل. اكيد متطلباتهم كبيره لانه السوق صعب. نعم. بس هن اكثر شركات عالميه يعني، ما فيش غيرهم، فبالتالي نمشي معهم بسياستهم وعم ننجح. المستقبل انه عم نفوت على بلاد جديده. ان شاء الله. يعني من افريقيا لاكيد الميدل ايست، وان شاء الله محلات تانية بالعالم عم نقدر نفوت عليهم وننجح فيهم يعني باذن الله ان شاء الله. وهي دبي كمان، هي كلمه دبي، هي الهاب لهالبزنس يعني. اي اكيد. لو ما وجود دبي كنا ما فينا نصل لافريقيا من نبيع، اكيد من اي محل تاني بالعالم ما فينا نبيع مثل دبي. دبي هي الفاسيلتي لكل شيء. نعم. نتمنى لكل التوفيق والنجاح باذن الله من خلال البرنامج بتاعنا. مستر رفيق، طبعا انت عارف ان احنا موجودين في افضل بلد بالعالم، فيها كثير نعمه امن وامان لكل الموجودين، الشعب الموجود بالامارات. حابين نعرف ازاي ده قدر يساعد مستر رفيق ان هو يستثمر هنا بالامارات. هيدا اول فاكتور هو اللي يميز الشغل تبعنا. نعم. لو ما وجود امان ما كانش اجى حدا حط راس مال هون. فتنا برأس مال وبعنا عم نشتغل بطريقة يعني عنا حرية تامة للتحويل، الاتصال بكل دول العالم، كلهم بحبوا دبي وكلهم عندهم فاسيلتي بدبي يعني يقدروا نوصل البضاعة على أقصى المحلات بأفريقيا. نعم. موصلة من دبي بسهولة بدون أي يعني تلعب او درج. بيبر وركس فيري ايزي، وكل الاشياء مسهله من الدوله يعني، وهذا هي الميزه. نعم. بعدين دبي الحلو فيها انه علاقتها مع كل الدول منيحه. نعم. فما عندناش مشكله معهم، عشان هيك نحن بنحكي باسم دبي بالنهايه. نعم. نحن شركه دبي، اكيد يعني لبناني بس شركه دبي بنحكي باسمهم وعم يمشي الامور وما شاء الله كثير منيحه. الحمد لله دائما. مستر رفيق، حابين نعرف بالاخير ازاي الساده المشاهدين يتواصلوا مع كاب كمبيوتر تريدنج؟
يعني اكيد اليوم جوجل سهل كثير، نعم عندنا ارقامنا، عندنا كل شيء، مجرد يكفوا كاب كمبيوتر رح يوصل للي بدهم اياه. الويب سايت موجوده، الفيسبوك موجود، الواتساب موجود، يعني اللوكيشن اللوكيشن هيدي نعم موجوده حتى بالصور على جوجل نعم بتوصلك اكيد. وعندنا أوه. اكيد كل احنا بنرجع نتصل اي حدا بيحكي معنا بنتواصل معه أكيد أكيد اكيد. بعدين احنا كمان عندنا شيء تاني، انه الفاندر هن بيبعتوا الكاستمر لعنا، نعم يعني اتش بي اذا حدا اتصل فيهم بيقولوا لهم روحوا لعند كاب، لينوفو آه كمان، ما شاء فعشان الله هيك يعني طبعا بيوصلوا فنحن ليكو مميزين معهم اكيد. إيه نعم يعني ما احنا شاء الله شركه 36 موظف بس عم تعمل ما شاء تيرن الله اوفر مش عادي يعني. ما شاء الله دايما من نجاح ونجاح يا الله رب يخليك، يسرع فيه، نتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.